أنجز برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة في المرحلة الأولى من المخطط العام عددا من الأهداف الاستراتيجية للمشروع، حيث اكتمل تدعيم وإنقاذ 233 مبنى تراثيا، كما تم إنجاز 89 دراسة بصفتها مرحلة أولى لتخطيط أعمال ترميم المباني. وللمزيد من التفاصيل يلتحق بنا مباشرة من جدة مراسلنا خالد ربيع. خالد، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار، مساء الخير، وتحديدا ما الذي تم العمل عليه لإنقاذ هذه المباني التراثية والشكل الترميم الذي تم حتى الآن؟ بداية أرحب فيك حسن وأرحب بجميع مشاهدي نشرة النهار وقناة الإخبارية. بالفعل منذ إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية، والتي هي ضمن برنامج تطوير منطقة جدة التاريخية التابعة لوزارة الثقافة، لتكون هذه المنطقة وجهة سياحية وتراثية عالمية. طبعا أنجز البرنامج في المرحلة الأولى من المخطط العام عددا من المستهدفات، والتي تشمل إلى تنمية المجال المعيشي في المنطقة التاريخية والمناطق المجاورة لها، وأيضا لتكون مركزا جاذبا لرواد الأعمال وللمشاريع الثقافية. أيضا في إطار جهود الحفاظ على التراث العمراني حسن وسادة المشاهدين، هنا في منطقة جدة التاريخية تم اكتمال وتدعيم وإنقاذ 233 مبنى تراثي تحمل عناصر معمارية وتراثية ثرية كانت آئلة للسقوط قبل الدراسة. أيضا كما أنجز البرنامج 89 دراسة كمرحلة أولى لتخطيط أعمال ترميم المباني، وكذلك انتهى من ترميم 58 مبنى، بالإضافة إلى تجهيز وإعادة وتأهيل 35 مبنى تراثي. أيضا كما انتهى البرنامج من ترميم براحة بيت جخدار وبراحة بيت البلد التاريخيتان، سعيا للحفاظ على القيم المعمارية والتاريخية لمنطقة جدة التاريخية. أيضا حسن والسادة المشاهدين، قام برنامج جدة التاريخية بتحسين المشهد الحضري في المنطقة التاريخية من ناحية الأرصفة والإنارة وعملية الزراعة للمرافق العامة وسط جدة التاريخية. أيضا هناك مشروع آخر هو مشروع التنقيب عن الآثار، الذي يشرف عليه أيضا برنامج تطوير جدة التاريخية. تم الإعلان عن العثور على أكثر من 25,000 بقايا من مواد أثرية يعود تاريخ أقدمها إلى الفترة الإسلامية المبكرة، وهذا ما يؤكد على العمق الحضري والتاريخي للمنطقة التاريخية. أيضا شملت المكتشفات الأثرية عن تنقيب أو عن وجود أكثر من 11,000 قطعة خزرفية و 1730 مادة صدفية و 685 مادة بناء و 191 مادة زجاجية. أيضا من أبرز المكتشفات حسن والسادة المشاهدين قطع خشبية على سريتي مسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتعود إلى القرن الأول الهجري أي السابع الميلادي. حسن والسادة المشاهدين، أنا أقف الآن وبخلفي إحدى المباني التي تم ترميمها في برنامج جدة التاريخية. كما تشاهدون المبنى، هذا من أحدث المباني التي تم ترميمها والانتهاء من ترميمها. كما تشاهد في الصورة، يعني حافظ المبنى على الطراز المعماري التي تتميز به جدة التاريخية من ناحية الألوان ومن ناحية الزخارف على المبنى، وأيضا وجود الرواشين والشبابيك التي تحاكي الماضي الجميل لمنطقة جدة التاريخية. لا زال العمل جاري في تطوير وإعادة إنقاذ العديد من المباني التاريخية. أيضا كما قام البرنامج في برنامج جدة التاريخية بتطوير الأسواق الشعبية في منطقة جدة التاريخية، مثل سوق الندى وأيضا سوق الذهب، وأيضا
تطوير العديد من يعني المواقع العامة في هذه المنطقة، وأيضا تحسين المشهد الحضري في منطقة جدة التاريخية. بكل يعني كما هو مؤكد أن جدة حضارتها منقوشة على الروشان، وبفن عمارتها صارت هو الفنان. خالد ربيع من جدة التاريخية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.